بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى الإمام الترمذي بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فما من مخلوق إلا وقد شملته نعم الله، وما من أحد يستطيع أن يحصي هذه النعم. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فحقيق بكل عبد أن يقابل هذه النعم بالشكر لا بالكفر، وبالطاعة لا بالعصيان. قال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. وقد وعد الله تعالى عباده الشاكرين لنعمه بالزيادة، كما توعد الجاحدين لها بالسلب والخسران. فقال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر كما قالوا قيد الموجود وصيد المفقود، ومن عظيم فضل الله على عباده أن ينعم عليهم بنعمه ثم يجازي الشاكرين ويثيب على شكرهم قال ويثيبهم على شكرهم. قال الله تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. وفي هذا الحديث المتقدم ذكره يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أي يحب الله أن يظهر العبد فضل الله عليه بما رزقه من مال أو جاه، بأن يلبس ثيابا تليق بحاله مع مراعاة القصد وترك الإسراف، وهذا من باب شكره على نعمه والاستعانة بها على طاعته واتخاذها طريقا إلى جنته، وهذا أفضل من الزهد فيها والتخلي عنها ومجانبة أسبابها. أيها المسلمون، فالتجمل وإظهار نعم الله هو من الشكر الذي أمرنا الله به، سواء كان ذلك في الملبس أو في المطعم أو في المركب، فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي المعجم الكبير للطبراني عن زهير بن أبي علقمة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل سيء الهيئة فقال: ألك مال؟ قال: نعم، من كل أنواع المال. قال: فليرى عليك، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده حسنا، ولا يحب البؤس والتباؤس. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله عز وجل أسأله بمنه وكرمه أن يحفظنا جميعا، وأن يأخذ بأيدينا للتوفيق والسداد، وأن يجعل عقبانا إلى الرشاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اصلح شباب المسلمين واهدهم سبل السلام، وخذ بنواصيهم للهدى والرشاد. اللهم جنب بلادنا الفتن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وانصر اللهم من قلدته أمر عبادك عبدك الخاضع لجلالك مولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس. اللهم انصر نصرا عزيزا في عز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه ووفقه لما تحبه وترضاه، واحفظ اللهم في ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عضد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملك الأمير السعيد مولاي رشيد، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.